مرحبا بكم مشاهدين في هذا الموعد الإخباري الاستثنائي، وفيه نواصل متابعة تطورات العملية الأمنية المستمرة بمدينة بنجردان. ففي حصيلة جديدة تمكنت الوحدات الأمنية والعسكرية من القضاء على 28 إرهابيا إثر هجمات متزامنة من قبل مجموعات إرهابية مسلحة استهدفت مواقع أمنية. وقد استشهد خلال المواجهات 7 مدنيين و9 أمنيين وديواني، إضافة إلى إصابة عدد آخر. وعلى خلفية هذه التطورات تقرر فرض حظر التجول بمدينة بنجردان من ولاية مدنين اعتبارا من اليوم، بداية من الساعة 7 مساء إلى الساعة 5 صباحا. مدينة بنجردان منطقة مغلقة تعيش على وقع مواجهات بدأت منذ 5 فجرا على إثر هجوم متزامن من طرف مسلحين لم يحدد عددهم بعد على كل من الثكنة العسكرية ومنطقتي الحرس والأمن الوطنيين. وقد تمكنت الوحدات العسكرية والأمنية من إحباط هذه الهجمات والقضاء على 28 إرهابيا والقبض على 7 آخرين في حصيلة أولية يرجح أن ترتفع في الساعات القادمة. كما تمكنت قوات الأمن من حجز أسلحة مختلفة، منها ما أكد شهود عيان أن أحد المدنيين افتكها من عدد من الإرهابيين الذين تحصنوا بمنزل في طور البناء قبل الاعتداء عليه. فكلهم قال لي قذيفة متاع ار بي جي وتقريبا 3 أو 4 قنابل ودرقهم في الدار قبل ما هذا مننا واحد برك. المهم تو مشوا جماعة الأبحاث هزوها هم القضية متأكد منها خاطر من مصدر وثيقة أنا اللي كلمت عليها، أنا اللي بلغت عليها وزارة الدفاع وزارة الداخلية وبلغت عليها الأبحاث متاع بنجردان. وأشار مصدر أمني لإطلاق النار بالقرب من معبر راس جدير الذي تم غلقه من الجانبين التونسي والليبي. وجاء في بلاغ مشترك لداخلية ودفاع أنه تجري حاليا مطاردة وتعاقب المجموعات الإرهابية من طرف وحدات مشتركة مع تأمين مداخل المدينة والنقاط الحساسة بها وتكثيف الدوريات الجوية بالمنطقة وعلى مستوى الشريط الحدودي وغلق المعابر الحدودية براس جدير وذي بوازن. المواجهات المتواصلة منذ فجر اليوم أدت إلى استشهاد 9 أمنيين من بينهم 6 أعوان حرس وطني وعوني أمن وطني وعسكري، كما استشهد في العملية عون ديوانة. حصيلة ضحايا شملت أيضا استشهاد 7 مدنيين من بينهم طفلة. وقد أكد شهود عيان أن بعض الإرهابيين استهدفوا أمنيين في منازلهم. من نذال الفجر الأول وإحنا واقفين البر الناس الكل، وجاء واحد إرهابي، نقول إرهابي بنسير خاطر معروف من دم يقتل في العباد، واحد درق ورا السور متاع دارنا وبدأ يسيب في الكرتوش، مشى لدار أمني وولد خوه، هما زوز توفوا. الأمني هذا كان حرس مرور متقاعد، دخلوا جايين معناها كأنهم اكسبيري، فاتوا نقولوا احنا فاتوا الدورة نتاعهم، ومن بعد رجعوا مارشيريير واحنا واقفين نتفرجوا الناس الكل وما كلموا حتى واحد فينا، ودخلوا له هو ديريكت مول داره قتلوه. تبعت الحال ولد عمي وشقيقي وصفوه في داره والحمد لله، ولكن نحسبهم كل شهداء. وقد فرضت وزارة الداخلية حظر التجول ليلا بالمدينة من 7 مساء إلى 5 فجرا، كما دعت وزارة الداخلية والدفاع الوطني كافة متساكني المنطقة إلى ملازمة المنازل والحذر والهدوء والإبلاغ عن أي تحركات لأفراد مشبوهين. هذا وتوقفت الدروس بكامل المؤسسات التربوية بالمدينة، وتوقف بها كل نشاط إداري واقتصادي، واقتصرت الحركة فيها على تجمع للمواطنين بمفترقات بعيدة عن وسط المدينة. وتنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة الأخبار بالجهة فايزة سكرافي. فايزة، ما هي آخر تطورات الوضع في بنجردان الآن؟ لربما آخر المستجدات ليس هو زيارة وزير الدفاع ووزير الداخلية إلى مدينة بنجردان، وهو الآن في اجتماعات مع الأمنيين في منطقة الأمن الوطني، أيضا قام بالزيارة إلى السكن الجيش الوطني بمنطقة جلال. وما نشاهده خاصة في مفترقات مدينة في وسط المدينة، فإن هناك تعزيزات أمنية كبيرة من الجيش ومن الحرس والأمن الوطني، ونحن أيضا ما زلنا نتابع ما يتحدث وزير ديوان الدفاع أو الدفاعية تعليقا على هذه المستجدات. نعم فايزة. وفي أخبار أيضا هناك مسألة العمليات التوصيلة لتحقق هؤلاء الإرهابيين، حيث ذكرت عدد النقاط ذكرته أيضا وزارة الداخلية والدفاع، القضاء على تأكيد الإرهابيين وأيضا حجز عديد الأسلحة، وأيضا هناك في خاصة مشكلة منطقة جلال أكثر من حدث المواجهات، لكن الآن حاليا تتم السيطرة على كامل هذه الساعات.
نعم فايزة، وبالنسبة للحالة الصحية للمصابين من الأمنيين والمدنيين، هل لديك من معلومات؟ نعم، آخر المعطيات التي تحصلنا عليها من إدارة المستشفى ليلى هو استشهاد 18 شخصا منهم أمنيين ومواطنين ممن توفت خاصة على المستشفى في هوية بنجردان، وجرح ثلاثة آخرين، اثنين غادروا المستشفى وواحد ما زال مقيم بالمستشفى في هوية بنجردان. وايضا اكيد ما زالت ربما قد تفاعل الجرحى، وربما هذا هو العدد النهائي للمصابين، ونحن مقيمين في تتبع لكل ما هي من مستجدات تحدث في مدينه بنجردان. نعم فايزة سكرافي مراسلة الأخبار ببنجردان، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، ونعتذر مشاهدينا على رداءة الصوت من المصدر. وإثر هذه العملية الإرهابية تحول رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى مقر قاعة العمليات بثكنة الحرس الوطني بالعوينة لمتابعة الأوضاع في بنجردان وسير العملية الأمنية والعسكرية الجارية. وتوجه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بهذه الكلمة: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق الله العظيم. حبينا بالمناسبة الأليمة هذه نتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي الأبي، وقولوا له أن اليوم وقع الهجوم على وحداتنا، وحدات الجيش والحرس والأمن في بنجردان من الساعة 5 صباحا، ولكن هذا هجوم غير مسبوق ومنظم ومنسق، وكان يقصد منه لربما السيطرة على الأوضاع في هذه المنطقة والإعلان على يعني ولاية جديدة. في الحقيقة الشيء اللي نحب الشعب التونسي يفتخر به، وأن الجيش التونسي والحرس التونسي ورجال الأمن والديوانة كانوا على حالة يقظة من العمليات القديمة، والتعزيزات كانت موجودة، وكانوا يترقبوا في عملية مثل هذه لربما مش بالأهمية لكن كانوا يترقبوا فيها. والمواقف نتاع الهياكل الأمنية نتاعنا كانت في المستوى شعب تونسي يجب يفتخر باش يقول راهو مؤمن، راهو في أمن، وأن الوحدات في حالة يقظة. وبالطبع من سوء الحظ كما ضحايا يعني في صفوف وحداتنا، لكن الموضوع ما هوش هذا. هو اليوم هذا ننظر فيه وقت العملية تتم بصفة نهائية، ما لناش ندخل في التفاصيل قداش شدينا قداش ما شديناش قداش ماتوا قداش ما ماتوش، كل من سقط في سبيل الوطن نحن رانا نتوجه له بالتعزية والإعالاتهم، ونعتبروهم شهداء الوطن بما فيهم أبناء بعض من أبناء هذه الجهة، جهة بنجردان وغيرها. اثنين، نحن نقول للشعب التونسي راهم مواطنينا في بنجردان وفي الجنوب هما راهم يعني سند للدولة، وراهم كلهم قائمين بواجبهم وحطوا يعني حياتهم في خطر مش يواجهوا هالحالة هذه، وهذا نفتخروا به. ولازم التونس يعرف ورانا اليوم في وحدة صماء لازم تكون هكذا، ومن يريد أن يخرج عن الصف هذا يخرج عن نفسه، لكن الأغلبية الساحقة من التوانسة راهم الآن في حالة حرب ضد هالهمجية هذه وهالجرذان هذم، اللي إن شاء الله المناسبة هذه باش نقضيه عليهم نهائيا. ولذا اليوم السيد رئيس الحكومة اتصلت به في الصباح وزارني وأعلمني على الإجراءات الأولية اللي وقع اتخاذها، منها كون أغلقنا من سوء الحظ الحدود مع جارة ليبيا. وفي الحقيقة الشعب الليبي راهو ما هوش معني بالأمر من هالأمور هذه، لكن غلقناها. اثنين، مواطنين نتاع بنجردان والمناطق هذه راهو يلزم يعذرونا. خذا زاد رئيس الحكومة إجراءات فيما يخص يعني حظر الجولان، ولا بد باش يقع هكا باش نحميهم من ردود الافعال، ولربما ثم اجراءات اخرى. والشعب التونسي راهو يلزم يكون مجند، ونحن زاد مجندين مع شعبنا، واذا كان هالاجراءات هذوما ما زاوش لكن هما مش يزيو، لان عندنا اجراءات اخرى كما جاء بها الفصل 80 نتاع الدستور. لكن احنا ما وصلناش للحاله هذه، اللي نحب نقوله هو كونه يلزمنا نكونوا في حالة يقظة، راهي بلادنا مهدة، ووقت اللي ثم البلاد مهدة يلزم الناس كليك اللي عنده حجر إلى وح، ونقعدوا الكل متضامنين، وذاك باش نحقوا
الغلبة على أهل همجية هذه، وباش نغلبوهم إن شاء الله. ولهذا نحييو أولا رجالنا في الحرس وفي الجيش وكذلك أيضا في الشرطة وفي الديوانة، ونقول لهم واصلوا، وإحنا نعرفوا اللي انتم قائمين بواجبكم، لكن رأي الشعب التونسي وراءكم والدولة التونسية وراءكم، وإن شاء الله يعني هذه معناها يعني معناها ما عادش تتعاود الأمور هذه، وما عاد نخرجوا من المنطقة هذيك إلا من نظفوها إن شاء الله، وفي مناطق أخرى إذا كان لزم إحنا ما عادش نرجعوا في الأمور هذه. ولهذا الشعب يطمئن، ونحييو شعبنا ونحييو رجالنا ونحييو مواطناتنا ومواطنينا، ونقول لهم راهي إن شاء الله تونس تكون بخير. وقد تحركت هياكل السلطة التنفيذية برأسيها من خلال اجتماعات ماراثونية لمجابهة الوضع وتنسيق التحركات الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع في بنقردان. تحول الباجي قيد السبسي رئيس الجمهورية إلى قاعة العمليات بثكنة الحرس الوطني بالعوينة لمتابعة الأوضاع في بنقردان وسير العملية الأمنية والعسكرية الجارية هناك. وعبر رئيس الجمهورية عن ثقته في قوات الأمن وإكباره لتضحيتهم. الحرس يعني انضباط، ولكن زاد الناس قاعدة تضحي، وإحنا ما يغيبش علينا اللي راح يوم، وهذوك أولادنا، وهذه بلادنا ما نصيبوش، ما نعطيوش حتى حال. ربي عاونكم ووصلوا، ونحن عندنا ثقة فيكم. بارك الله فيك سيد الرئيس. قبل ذلك كانت الأحداث التي شهدتها مدينة بنقردان محور لقاءين بين الرؤساء الثلاثة. جمع اللقاء الأول رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي برئيس الحكومة لحبيب الصيد، وضم اللقاء الثاني رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الشعب محمد الناصر. التشاور حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتأمين المناطق الحدودية بالجنوب التونسي ومجابهة الإرهابيين وتأمين سلامة المواطنين كانت في جدول أعمال الاجتماعين. رئيس الحكومة كان في وقت سابق وفي اجتماع عاجل بوزيري الدفاع الوطني فرحات الحرشاني والداخلية الهادي مجدوب قد كلفهما بالتحول إلى بنقردان لمتابعة الوضع والعمليات العسكرية والأمنية على عين المكان. اجتماع رئيس الحكومة بالوزيرين تركز حول تقييم تطور الوضع الأمني في مدينة بنقردان ومناطق الجنوب الشرقي إثر إحباط الهجوم الإرهابي، كما تمت متابعة سير العمليات الميدانية الجارية لتعقب العناصر الإرهابية والقضاء عليهم، إلى جانب تأمين المواطنين والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة وتكثيف الدوريات البرية والجوية. كما تقرر القيام بتمشيط شامل ودقيق لكامل المناطق الجنوبية ودعوة المواطنين إلى ملازمة الحذر والإبلاغ عن كل التحركات المشبوهة. هذا وتدعو وزارة الداخلية والدفاع الوطني كافة متسكني منطقة بنقردان إلى ملازمة المنازل والحذر والهدوء والاتصال بالأرقام التالية للإبلاغ عن أي تحركات لأفراد مشبوهين: 80 10 11 الرقم الأخضر، 71 335 ألف، 193 حرس وطني، 197 أمن وطني. كما تدعو كافة وسائل الإعلام إلى التروي في نقل المعلومة وانتظار بلاغات المصادر الرسمية التي سترد تباعاً، وذلك حفاظاً على حسن سير العملية. قال العميد السابق بالجيش الوطني مختار بن نصر إن عملية بنقردان تؤكد ما هو متوفر من معلومات أمنية عن كون هذه المدينة تشكل هدفاً استراتيجياً للإرهابيين، غير أنه اعتبر أن الوضع مطمئن في ظل تماسك قوات الجيش والأمن وتحليها باليقظة. وأوضح بن نصر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن محاولة الإرهابيين الاستيلاء على بعض المواقع الحساسة في مدينة بنقردان هي بمثابة رد فعل على النجاحات الأمنية السابقة. وأشار بن نصر إلى أن الإرهابيين سيحاولون مجددا، لكن سيتم التصدي إليهم عن طريق الأمن والجيش لأنه لا مكان لهم في تونس، منوها في الآن ذاته بدور أهالي بنقردان الذين وقفوا وقفة رجل واحد في التبليغ والتزموا بما دعت إليه وزارتا الدفاع والداخلية بخصوص التحلي بالهدوء والحذر والتبليغ عن الإرهابيين حسب روايته. وإثر الهجوم الإرهابي على مدينة بنقردان من ولاية مدنين دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية واسعة،
وأوضح وخاصة في المناطق الحدودية، كما شدد على تخصيص كل الجهود والقوى والطاقات لمحاربة الإرهاب والتصدي للخطر الدائم الذي يريد أن يحول مناطق من البلاد إلى نقاط ارتكاز للعصابات الإرهابية. ومن جهته ندد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالهجوم الإرهابي الغادر بمدينة بنجردان، ووصفها بالجبانة والنكرة، ودعت المنظمة الشغيلة إلى مزيد الالتفاف وراء القوات العسكرية والأمنية وإسناد جهودها في الدفاع عن حرمة تونس واستقرارها وأمن شعبها. هذا وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين مساندتها المطلقة لقوات الجيش الوطني والأمن الداخلي في هذا الظرف الدقيق. وفي تعليقها على تأثيرات الأحداث الجارية في بنجردان على قطاع السياحة، أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومرقيق على هامش ندوة صحفية مشتركة مع وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي فرعة، أكدت أن الحادثة الإرهابية التي شهدتها مدينة بنجردان ستكون لها تأثيرات سلبية فقط على منطقة الجنوب، مشيرة إلى مؤشرات إيجابية للسياحة خلال هذا الموسم. هي عام 2016 ما كانش باش يكون عام سهل، باش يكون عام صعب، ما عندنا مؤشرات ايجابيه اللي ثم البلدان اللي ما عملوش تحجير على تونس قاعدين يرجعوا، اما باللي صار هذايا ممكن يكون تاثير سلبي على جهه الجنوب. تضامننا مع اللي صاير في الحدود التونسيه وفي بنجردان، تضامننا مع الجيش التونسي، وقلبنا كله مع اولادنا غاديك اللي قاعدين معناها في موقع صعيب ياسر، وإن شاء الله تونس بخير والجنوب بخير، وإن شاء الله ننتصروا على الحرب هذه ضد الإرهاب. هذا ونذكر مشاهدينا أننا في متابعة متواصلة لتطورات العملية الأمنية المستمرة بمدينة بنجردان، ونذكر أن الحصيلة الجديدة التي تحصلنا عليها تم القضاء على 28 إرهابيا إثر هجمات متزامنة، ذلك بعد الهجمات المتزامنة للمجموعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت مواقع أمنية. ونذكر أيضا أنه قد استشهد خلال المواجهات 7 مدنيين و9 أمنيين وديواني، إضافة إلى إصابة عدد آخر. وعلى خلفية هذه التطورات تقرر فرض حظر التجول بمدينة بنجردان من ولاية مدنين اعتبارا من اليوم، بداية من الساعة 7 مساء إلى الساعة 5 صباحا. وسنوافيكم بآخر التطورات خلال نشرتنا الإخبارية القادمة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.